بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. الاهلي بيتعادل مع سان داونز 0-0 وبيخرج من نص نهائي بطوله السوبر ليج، البطوله اللي بالنسبه لي كاهلاوي للنسيان، لان البطوله دي الاهلي لعب فيها 5 ماتشات وما قدرش، لعب فيها 4 ماتشات وما قدرش ان هو يفوز ولا مباراه، مباراتين قدام فريق سيمبا ومباراتين قدام فريق سان داونز وما قدرناش ان احنا نكسب ولا ماتش، فالبطوله دي بالنسبه لي للنسيان. وحتى الان الموسم بالنسبه لي مش ظابط، لان الموسم فيه مشكله كبيره جدا بتخص مارسيل كولر، وهي قصه اللياقة البدنية عند اللعيبة، لأن ما ينفعش أهلي مارسيل كولر اللي كان قوي جدا، وأهلي مارسيل كولر اللي كان بيعمل ضغط عالي، وأهلي مارسيل كولر اللي عنده قوة إن هو فريق بيعرف يرجع الكرة بسرعة، إن أهلي مارسيل كولر يلعب 45 دقيقة قدام فريق سان داونز. 45 دقيقة الأهلي كان بيلعب قدام سان داونز، والأهلي كان دايما وأبدا عنده فكرة إن إحنا هنكون الأفضل في الثنائيات، ودايما هنحاول نضغط بعرض الملعب على فريق سان داونز، ودي حاجه بدنيه مرهقه جدا الاهلي عملها الشوط الاول. والاهلي كان دايما في الواحد على واحد على الاطراف او في نص الملعب كان افضل. مروان عطيه عمل مباراه حلوه وعمل شوط كويس، اليو ديانج دفاعيا عمل مباراه حلوه، لكن هجوميا كالعاده اليو صفر كبير. امام عاشور افضل لاعب في المباراه واكتر لاعب كان بيدي الاهلي اريحيه ان انت تروح في نص ملعب الفريق المنافس. بتتكلم على الاطراف، حسين الشحات قدم مباراه ما تتشافش، هو وعلي معلول. وعلي معلول حط لك كده جرس خطر بيوصلوا ليك انت كاهلاوي، وانت اصلا عارف ودارتك مفروض انها توصل لها الكلام ده، ان احنا محتاجين باك شمال، احنا محتاجين باك شمال. اكرم توفيق رائع في الادوار الدفاعيه، الادوار الهجوميه ميت، مفيش، ما بيقدرش يديك ادوار هجوميه، عندك مشكله كبيره. يا تقبل محمد هاني بادوار الدفاعيه اللي ضايعه وادوار الهجوميه اللي نص نص، يا تقبل باكرم توفيق اللي رائع في الادوار الدفاعيه بس الادوار الهجوميه مفيش. للاسف الشديد احنا لسه ما وصلناش للتركيبه المتكامله على الطرف، باك بيعرف يدافع وباك بيعرف يهاجم، لسه ما وصلناش للمرحله، مش عارف هنوصل امتى، ان شاء الله يوم من الايام نوصل. بتتكلم على بيرسي تاو، هو النقطه المضيئه الوحيده اللي عندك في الفرقه اللي بيقدر ان هو ياخد الفرقه اللي قدامه، بيقدر كمان ان هو يشكلها خطوره، وبيقدر ان هو يجيب لك منكرات ميته ضربات جزاء، ولكن للاسف الشديد علي معلول ضيعها، او روني حارس المرمى روني ويليامز صدها، وحارس مبدع في ضربات الجزاء، وحارس مميز جدا في البيلد اب، وحارس رائع جدا فكره البناء بتاع الهجمه، حارس بارد قوي، حارس قلبه في ثلاجه، يعني بايع قلبه وحاطط مكانه شويه ثلج كده، راجل بيبدا هجمه في جمهور، في ضغط، ما فيش ضغط، راجل بيبدا هجمه عادي، بيرقص عادي، الدنيا بالنسبه له عادي، بيغلط كتير، بيغلط كتير بس عرف استفاد من اخطائه. هتقول لي ما احنا عملنا كل حاجه الشوط الاول، اقول لك احنا عملنا كل حاجه الشوط الاول، بس احنا بعد الشوط الاول ما فيش، لان احنا الشوط الاول استنزفنا بدنيا، احنا استنزفنا خالص بدنيا. الشوط الاول احنا بنضغط بعرض الملعب وبنضغط مان تو مان واحنا افضل والدنيا بالنسبه لنا تمام، لكن الشوط الثاني مفيش خالص، ده بدنيا انهارت، ولما بدنيا انهارت الدنيا بالنسبه لك وقعت. عشان كده ده ناقص الخطر، ان الفرقه بدات الموسم بشكل سيء، وان الفرقه ما جابتش البدني بتاعها اللي هو المفروض ان هو واحد من اهم الحاجات اللي بيتميز بيها مارسيل كولر، وهو ان المدير الفني دايما ابدا بيحب يضغط على الفرق المنافسه من غير كوره، ودايما ابدا بيحب ان هو يكون الطرف البدني الاقوى، ودي حاجه احنا كنا بنتكلم عليها السنه اللي فاتت، ان الاهلي بدنيا قوي، لكن لما يجي الاهلي النهارده يلعب 45 دقيقه، 45 دقيقه الثانيه ما تبقاش شايف قدامه، وال 45 دقيقه الثانيه لقيت الاهلي باينه قوي ان هي معديه 60 شحرت، صعب قوي. والتغييره بتاعت ان انا اطلع اليو ديانج وانزل قفشه، انت سلمت نص الملعب تسليم اهالي لفريق سان داونز اللي هو اصلا سان داونز افضل منك بدنيا، وانت سلمته نص الملعب تسليم اهالي. عارف ان تغييره رضا ستيم فرقت معاك قوي اصابه رضا، بس الامانه مكوينه صايع، عارف ان الشوط الثاني الدنيا عندك مش تمام، وعارف ان انت بدنيا مش جاهز. تخيل ان مكوينه عارف ان انت مش جاهز، والمدرب الاهلي عارف ان انت فاهم ان انت جاهز اكتر، يعني مارسيل كولر كان فاهم ان احنا ممكن نلعب مباراه ضغط بطول الملعب على فريق سان داونز ونلعب كده 90 دقيقه، مكوينه كان عارف ان انت مش تعمل كده اكتر من 45 دقيقه. الشوط الثاني الراجل بيلعب دفاع متقدم وبيلعب على الاوفسايد، ومع ذلك كهربا كل مره بيقع في الاوفسايد. نزلنا رضا سليم عشان خاطر نكسر مسافه التسلل دي، وان احنا ندي رضا ورضا يجري، رضا اتصاب بدري، ونزلنا احمد عبد القادر، عبد القادر اللي كان كل مره بيختار الحل الفردي، وللاسف الشديد وقع قدام باك بيعرف ان هو يدافع كويس. الاهلي عمل مباراه حلوه، لو عايز تتكلم كمباراه كشوط اول، عملنا مباراه حلوه، عملنا كل حاجه، والكره ما طوعتناش، واصل الكره كانت بتخبط في العارضه، والكره بتخبط في رجل الكهرباء وبتخبط في المساك والكلام ده، بس الحقيقه ان احنا لو كنا سجلنا ما حدش عارف الرد الفعل بتاع سان داونز كان هيبقى عامل ازاي في شوط تاني. الاهلي فيه كان سيء جدا ومرهق جدا في بدنيا. عملنا مباراه حلوه على فترات، لكن كنا سيئين. امام عاشور بيثبت للمره المليون ان هو لو ركز في كوره هيكون افضل بكتير جدا من الكلام على السوشيال ميديا. امام النهارده مان اوف ذا ماتش، امام النهارده اعطاك حريه هجوميه واعطاك قوه هجوميه في عمق الملعب ما كانتش موجوده الماتشات اللي كان مصاب فيها. عشان كده احنا جايبين امام، مش جايبين امام كصفقه اعلاميه بس، جايبين امام علشان هو صفقه هيفيدك كتير فنيا في الملعب، وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه، ان الراجل ده لو ركز في كوره
هيبقى من افضل اللعيبه في مكانه في مصر ومن افضل اللعيبه في مكانه في افريقيا، ونتمنى ان هو يركز في كوره. بطوله يجب ان احنا نتعلم منها ان احنا خدنا خازوق في مودست ومحتاجين باك شمال مكان معلولي. وموضوع الباك اليمين ده احنا محتاجين نفهم ان ممكن نستفاد باكرم توفيق في نص الملعب كدور دفاعي. اكرم توفيق هيقدر ان هو يقفل لك كتير جدا على الثغره بتاعه محمد هاني، وان هي فرقه في افريقيا بتلعبك على ثغره هاني، ولكن انت محتاج باك بيقدر ان هو يعمل ادوار هجوميه. اتمنى ان الاهلي يفكر في عمر كمال عبد الواحد بجديه. عمر كمال يقدر ان هو يعمل لك الدور ده ويقدر ان هو ينجح في الدور ده. واتمنى دي تكون مكتسبات البطوله، ان احنا نعرف ان احنا بدينا بشكل بدني سيء، وان نعرف ان الفرقه لسه محتاجه وقت عشان خاطر تجيب البدن بتاع الموسم اللي فات اللي هو كان اكتر حاجه بتميزها. واتمنى ان احنا نعرف ان احنا محتاجين فروت بجد، مش مودست ومش قصه ان احنا اصل احنا محتاجين سمع عندنا صلاح محسن وعندنا كهربا، لان انت محتاج فروت بيعرف يجيب جول، مش فروت بيحنكش قدام الجون وبيضيع 10 بيجيب واحده. اتمنى ان احنا نعرف ان ما كناش موفقين النهارده، بس احنا لو كان عندنا كواليتي في خط الهجوم يمكن الوضع كان اتغير. لو كان عندنا فروت كواليتي يمكن الوضع كان اتغير بكتير. ولكن لا نبكي على النبي المشكوك، مباراه لازم ان احنا نتعلم منها ولازم ان احنا نبني عليها، واتمنى ده اللي يحصل. انما نهد المعبد علشان خاطر البطوله زي دي لا اتمنى بصراحه.